كده كده هتترفض، فما تزعلش. لو انت مختلف هتترفض، او عشان نوعك هتترفض، ممكن تترفض عشان لون بشرتك، ممكن تترفض علشان ذنب انت اصلا ما ارتكبتوش، حد غيرك اللي ارتكبه. فكده كده طول ما انت مع البشر هيتم رفضك بطريقة ما، من اهلك وانت لسه مولود قد كده، ما اخطأتش اي حاجة في الدنيا، هيتم رفضك فقط بس عشان خاطر نوعك، اذا كنت ذكر او انثى. اللي عنده صبيان كتير وقرفان منهم نفسه في بنت، واللي عنده بنات كتير وقرفان منهم نفسه في ولد، فهتترفض وانت لسه ما اذنبت الذنب واحد على الكرة الارضية دي. فما تزعلش، كده كده هتترفض. ربنا كرمك وعديت من الرفض بالنوع، هيترفض لوجودك. عديت من الرفض الوجود، هتترفض من اي مجموعة، في المدرسة، في الشغل، في العيلة، حتى مع تقوش، حتى اختلاف لون البشرة بيرفضوك بسببها. الانسان بجد كائن مش عارفة اقول ايه، يعني غبي مثلا، هو فعلا اجمل توصيف، ظلوم جهول. بعد كلام ربنا مفيش كلام ينفع يتقال، بيظلم نفسه وبيظلم الاخر، وهو لا يدري بظلم نفسه ولا يدري بظلم الاخر. بس انا كلمة، اي حد فيكم تم رفضه من مجموعة ما، طبعا الانسان كائن اجتماعي بيحس بمشاعر حلوة في المشاركة وانه يبقى ضمن مجموعة، اترفضت من اسرتك عشان نوعك، اترفضت من مجموعة من الاصحاب مثلا عشان لونك، اترفض وجودك عشان اي نوع من اي شيء من اي حاجة في الدنيا، او اي سلوك او اي حاجة دخلتي فيها تم رفضك بسببها. هقول لك جملة واحدة، ما تزعليش، ما تزعلش، ده طبيعة البشر، ظلوما جهول. انا عارفة المشاعر اللي بتمري بيها نتيجة الرفض لاختلافك، ولكن والله العظيم دايما ربنا عنده الجبر. ممكن خروجك من المجموعة او القطيع ده عشان انت مش مناسب ليهم، عشان انت مميز شوية عنهم، لان تميزك ممكن يخلوهم يرفضوك. تطورك او لو كنت مثلا في الوعي اعلى شوية، فبتيجي مثلا هما بيعملوا تصرفات مش مظبوطة، فانت لو جيت حسيت كده ان انت الكلام ده حرام، على فكرة يا جماعة الكلام ده ما يصحش، بينموا على الناس مثلا، قلت الكلام ده ما يصحش، ما ينفعش نخش في المساحة دي، ما ينفعش نجيب في كلام الناس، فيقول لك ايه يا عم الشيخ وانت هتقرفنا ولا ايه، لا، ويفضلوا يعني ينتقدوا فيك، مع ان انت اللي ممكن بتقول الصح، ولكن الرفض، رفضك لاختلافك في الصح، رفضك في الشيء الكويس. فما تزعلش ان تم رفضك، ولكن اشد انواع الرفض انك من كتر ما انت مميز وجودك في مجموعة بتعمل شعور غيرة، بتعمل مشاعر وحشة للناس اللي حولك، بيحسوا جنبك بالعجز او بالغيرة او بالحقد او انهم مش موجودين، مش عارفين يتواجدوا، من كتر ما انت وجودك مميز، من كتر ما انت وجودك حاضر. فبالتالي كل ما تخش في مجموعة لثقتك في نفسك وتميزك وتفردك هيتم رفضك، فهتحس بمشاعر صعبة جدا، وكأني منبوز، وكأني مرفوض من كل الدنيا. الإنسان ده يا جماعة بيعاني من مشاعر رهيبة رهيبة في الوحدة، لأنه بتبقى نقمة اختلافه أو ذكائه أو تطوره أو أي شيء جواه بيبقى نقمة عليه، ولكن هتفضل تلف تلف، وفي الآخر ربنا هيرزقك باللي يجبر بخاطرك بيه، وتلاقي بني آدم يتقبل اختلافك ويتقبل تميزك، وممكن يمشي معاك في الطريق ده، في طريق التميز والاختلاف والتطور، وهو كمان يشاركك متعة الإنجاز. فأي حد فيكم تم رفضه للونه، لاختلافه، لتميزه، لسلوك عنده، لأي شيء، لا تتألم يا عزيزي، الرائع جاي في المستقبل، ولكن فقط آمن إن المجموعة اللي انت كنت فيها دي لا تليق بك فقط لا غير، ولكن روح ودور على الناس اللي زيك، الناس اللي من طاقتك، الناس اللي
اللي بتآمن بالمعتقدات بتاعك، الناس اللي حاسة ان انت تستحق تكون وسطهم، لكن الناس اللي رفضتك صدقني ما يستحقوش تكمل معاهم دقيقة من عمرك. صباح الخير.